قدس ده كابتن بإحرازه لهذا الهدف هل يكون بداية خير من وجهة نظرك كلاعب؟ ودس حضرتك هو كابتن، هو جه ما فيش، كان هو محتاج وقت، بس محتاج وقت. هو لعيب، هو السي في بتاعه جامد جدا وقوي جدا، صحيح ما فيهاش كلام، صح، لكن هو محتاج وقت. في لعيبه احنا في لافيو صبرنا عليه قد ايه؟ سنة سنة وشوية، سنة وشهر، دي حقيقة. اه والله 13 شهر، اه دي حقيقة. فاللي اقصده هو عاوز يجهز، واضح انه بعيد، مع ان شاء الله بدنيا باذن الله تعالى يجهز، ودي بدايه الخير ان شاء الله تعالى، وربنا يوفقه يا رب، ويكون بقى في القادم افضل واحسن ومستعد بامر الله تعالى. ممكن يكون الهدف ده ازاح من عليه بعض الضغوط طبعا كابتن اللي تخليه يعني خلاص بقى، وكمان بيني وبينك حظه حلو لانه الشهر اللي جاي مثلا او الشهر وشويه اللي جايين انت يعني ممكن تتمرن كويس جدا بقى، وشويه ماتشات وديه مزبوط. وبتاع، وبعدين تبتدي في الماتشات الرسمي مره في الثانيه تلاقي نفسك خلاص هو بقى ده اللي حضرتك بتتكلم عنه. فتره المنتخب دي فرصه بقى استغلها كويس قوي، والجهاز الفني مجهزه بقى ويرجعه عن طريق بقى انه يخس بامر الله تعالى، وبدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا وذهنيا يجهزوه كويس قوي، ودي فرصه بامر الله تعالى. وبعدين عودته يعني بهدف في مباراه السوبر، وهدف برضو بفضل الله تعالى كويس، دي تساعده كتير يا اسلام، يعني تخلي بقى نفسه تتفتح، ودخل مع الفرقه ويدخل بقى ويجهز، لان برضو الفتره اللي فاتت كل يومين مباراة وكل 3 ايام انت تخلص من الدوري لافريقيا للسوبر فهيجهز ازاي بدنيا؟ صح. بياخد خلي بالك جانب خططي مع جانب مهاري، شكرا، مع المحاضرة مفيش وقت. ففرصة بقى ان الجهاز يرجعه، فرصة بامر الله تعالى، هو الولد ده بدنيا وخس بامر الله تعالى يبقى زي الفل ان شاء الله تعالى. برضه يا كابتن من ضمن البطولات اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها ومكاسب النادي الاهلي في مكاسب الاهلي في كره القدم تحديدا في هذه البطولات، اصعب بطوله من وجهه نظرك يعني في هذه البطولات ايه؟ البطولات اللي خدناها يعني سواء دوري ابطال افريقيا سواء الدوري طبعا، سواء كاس دوري مصر. ابطال افريقيا